يتبعوك تريتا إذا كلوكا ماشي السيف هذا اللي راه باعو لينا الله يتباعو لينا ياك واشنو راه بيع هذا من اللي دخلك التريتا انت من الملاك ديال الارض انا من الارض شتو تولي عندي 64 عام انا ولكن شحال من عام وانت هنا وراه زياده وخلوق هنا راه دارنا راه بقات عاد ربيه الشيخ إذن مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا في بث مباشر من قلب منطقة كاليفورنيا ولاد حدو دوار ولاد طالب. حنا الآن كنتواجدوا بهذ الدوار غادي نقولوا لكم حنا ضد العشوائية وبرافو للسلطات ومزيان ما بقيناش بغينا نشوفوا البرارك ما بقيناش بغينا نشوفوا العشوائي بغينا مدينتنا تولي مدينة زوينة ولكن بشروط حيت لا يعقل أنك تجيني وسط السنة الدراسية والوليدات كيقراو والناس خدامين ندوي أنا على الوليدات اللي كيقراو وتجيب الناس في شهر واحد وتردم ليهم وتقول لهم سيروا تكريو شوف امتى ياخذوا الاستفاده وفي الشتاء والبرد ما هو مصير هاد الاطفال فين غيمشيو يقراو الوليدات كيقراو في المدارس هنا قريبه شنو غنديروا لهم اذا غنوقفوا مع الدراسه وغادي يولي الهدر المدرسي حنا ماشي مع العشوائيه وماشي مع البرارك وماشي مع الوسخ وماشي مع ولكن كاين شي دواوير اللي هما عندهم تاريخ بحال دابا هاد المسجد هذا راه عنده تاريخ راه تقريبا قالوا لي الناس قبل من 1913 انا قلت 1913 هو راه كان غير نوالا وتبنى وهنا كانوا اوطور وكانوا ناس اللي معروفين ومشاهير اللي سكنوا هنا اذا ملي كنبغيو نديروا واحد البادره راه خصنا دائما البديل والحلول للناس ومعنا احد ساكنه هذه المنطقه السلام عليكم السلام كلشي ريبو بقى غير الجامع كلشي ريبو بقى الجامع قال خا يهدموا الليله الدار رايه بالتيسر ديالو بكلشي اللي راهي سي غير يبوها بالبلان ديالها انتم ولاد البلاد ولاد البلاد يا عمري 64 عام انا زاديتي هنا زياده وخلوق نوريك لا كارت كاع تشوف فيها 64 عام دابا ما كتسمى السفاده راه بايعين لينا راه شردونا صافي شردونا واحد راه خرج كيتشمكر وضرب في لحمو الصباح راه كلشي تبكي والله تتبكي عليه كلشي كل جيتو دابا نجيبو لك انا شو ما عندكش وليدات ما عنديش عندك الله سبحانه عندي الله سبحانه لا امي مال والوالديه ماتوا هنا في هاد البلاصه خوتك خوتي راه كلها كيعرف راسو خوتي انت اللي بقيتي هنا انا بقيت هنا انا وخواتاتي جوجات بلاتي مال سيري بحالك الله يتشردونا بالله تعدوا علينا كرسونا ربيع عارفه هنا الارض شحال كتسوى؟ ايوا راه عارفين الارض شحال كتسوى عارفه البقعه هنا شحال كتسوى؟ ايوا راه عارفين راه ما كون ما عرفوها كاع ما يجيو يشردونا حنايا دابا واش البقعه غتبقى ليكم؟ ما تبقاش لينا حنايا داوها صافي مشات حتى حاجه دابا عطوكم شي ورقه عطوكم شي عطينا ورقه ديال الهدم ورقه الهدم هي اللي واخدين صافي وهاد الجامع دوي لي عليه دوي لي على الدوار عطيني التاريخ ديال الدوار دوار حنا زياده وخلق كنعقلوا عليه صافي عندي 64 عام كنعقل على الدوار من 64 ولينا صافي والديك كانوا هنا والدي زياده وخلوق هنا با بواحد الداوي من ولاد حده دابا فين غادي نصيفطوكم؟ وقاك سيرو كريو شهر قاك شهر ما تفوتوش ومن بعد فين؟ اي والله اعلم قاك حنا ما عارفين شنو غيعطي علاش الناس هنا ما قادينش يهضروا علاش ما تيخليوكم شهر؟ كيخافوا الناس ما قادينش يهضروا ما تيعيطوا لي دابا اجي اجي تيعيطوا عليك باغيين يحبسوك صدري وما قلتي حتى شي كلمه العيب كتقولي على المعلم اختك هاد السيدة سيري بحالك خايفين سيري بحالك هادوك خايفين ما قالتها شوفي كتدوي لنا على الدوار والتاريخ ديال الدوار اش غتقولي لي سيري بحالك الناس خايفين هنا ما قادينش يهضروا ما عرفتش انايا شنو التخوف اللي متخوفين منه علاش كتهضري انت بوحدك من دون الدوار حنا مرة أخرى غادي نقولوا حنا ماشي ضد العشو حنا ضد العشوائية ماشي ضد أي حاجة فيها المنفعة للبلاد ولكن بطبيعة الحال دائما مع الحلول للمواطن دائما خصنا نشوفوا مصلحة المواطنين وايضا ملي كنشوفوا ان مسجد هذا تقريبا اللي عنده اكثر من 100 سنه غادي يريب اكيد غادي يبقى فينا الحال مشاهدينا الكرام الناس ما قادش تهضر على حقها ربما هما راضيين على هذا الشيء الله اعلم حنا الناس اللي عيطوا لنا راجعين عندهم وسمعنا معاناه ديال احد الساكنه غنقول لكم الى اللقاء في بث اخر باذن الله.